حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا الخد الخامس هجن السهلية السلام هناك إلى ليفربول حيث يتواجد عبد الرحمن بن عبد الله العيدة محقق الناموس هذا الشوط تهانينا لهجن السهلية رحبوا يا جماهير التراب بقدوم الإسهيل محققا هذا الانتصار تهانينا وناموس لهجن السهلية من توج بالخنجر الفضي في شوط الزمول العمانيات اللورد يتوج إذن بالخنجر الفضي بعد أن قدم لوسيل الأداء المتميز هنا أحد أحفاد لوسيل عبد الله بن سعيد العيدة تستاهل فوز لوسيل وانتزع على الرمز الخامس في رصيده في هذا الموسم أو في المواسم الماضية اليوم يسجل الرمز الخامس تستاهل خير ولوسيل هذا شيء طبيعي أنه بيحافظ على رمزه لأنها عنده نهاية قوية ودائما يجيها يتشجع دائما في الأمطار الخيرة دائما ملاحظين على شيء هذا يركض احنا مرتاحين الضمير انه راح يحافظ على رمزه نعم والعديد يحل وصيف الرمز اللي الهجينك ما قصرت ادت كذلك في شوط السيف نافست منافسه مشرفه ما حالفكم الحظ ولكن بيض الله وجهكم على ما قدمتوا الليله نشكر الله ونحمده هاي توفيق من رب العالمين نتمنى احنا ان شاء الله في مهرجان الامير نقدم افضل وافضل ولا بد احنا نقدم افضل ما عندنا في المهرجانات هذه لانها تحمل اسماء عزيزه على قلب كل قطري استعداد اللورد وشعار هجن السهلية للمهرجان القادم اللي أقل من أسبوعين بدأ من اليوم من الليلة بعد انتهاء الأشواط بدأ الاستعداد حق الموسم الجاي الله يجزيك بسعيد ناموس اللوسيل لمن تهدي تستاهل خير والله هديه لسمو الأمير والأمير الوالد وكل محبين الهجن في الدوحة ما بها حيلة دارنا اللي معها